يصطفون أمام مكتب مجلس النواب، لا يرجون سوى زيادة بسيطة على راتب المعيل بعد تعديل القانون 38 الخاص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي رفع سقف راتبهم من 169 إلى 250 ألف دينار، لكنه اصطدم أخيرا باللجنة المالية النيابية التي تقول لا توجد أموال كافية لتنفيذ القرار. تم التعديل على هذا القانون اللي هو التعديل الأول، صار راتب المعين حول رئيس الوزراء من حسب السلم الوظيفي إلى مقطوعة 250 ألف. تم التصويت من قبل رئيس الوزراء على القانون بداية 2024، صوت على القانون من قبل مجلس النواب. للأسف هسه اللجنة المالية بمجلس النواب تقول ما عندنا تخصيصات مالية لهذا القانون. معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن باتجاه واحد، بل كانت متعددة، فسوء الأحوال المادية والأمراض المزمنة لا تدعهم يأخذون نفسا أمام ما يطمحون إليه من إكمال تعليمهم الجامعي أو الانخراط في العمل والحياة اليومية. بينما السؤال الذي طرحوه على مسامع مجلس النواب وأمام أبوابه، لماذا تقر تعديلات رواتبهم البسيطة إذا كانت التخصيصات المالية غير موجودة؟ احنا والله طالعان، عندي اولادي اثنين مكفوفين، بخصوصهم طالعه ابني اول كليه وبنتي ثاني متوسط. يعني هسه هم على كفونا البرلمان على ال 80 ألف، هي حسبالهم تكفينا كل شيء ما تكفينا. يعني هسه انا ابني اريد توصي سياره توصلها من بيتنا باب الزبير، كلها تطلب 100 و150، مين اجيب لها؟ وراتبه لها كراوي، مصارف، ملابسه، ادويته، هسه اسناني عندي اريد اسويهن، كل واحد يريد عندي 2.5 مليون، منين اجيب وادفع؟ وانه ماكو احد مساعده، الا من نروح نلتجئ، ما عندنا احد نتجنى غير والدي، يشتغل عماله يوميا 25 ما يكفي، وهاي راتب قلت لك يروح كله للايجار، لا مستشفى نروح، لا دكتوره اخصائي يعني نشوفها مريضه، لا نقدر نسوي لها شيء، بيدنا ماكو غير انه بس نقابلها ونبكي عليها بس. مشكلات الرعايه الصحيه وقله الاموال لم تكن وحدها التي تضيق العيش على ذوي الاحتياجات الخاصه في البصره فقط، بل كان لعدم توفر السكن واستنزاف ما يحصلون عليه براتبهم البسيط في دهاليز الإيجارات التي تواصل ارتفاعها، هم إضافي يهدد استقرار المعاقين بين أوان وآخر. يعني اليوم ما عدى بيت، ما عدى وطن، ليش؟ يعني ما استحق قطعة أرض، هم نريد إن قطعة أرض نعيش بها حال حال بقية، يعني نعيش بكرامة. نوجه كلامنا للسيد المحافظ البصرة، تم توزيع قطع أراضي أكثر من 120 ألف قطعة أرض، يعني ما تم تخصيص واضح لذوي الإعاقة. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.